اتكلمنا عن مواهب كتير النهارده، واتكلمنا على لاعب تألق جدا زي إمام عاشور، في واحد كمان تألق بشكل كبير يوم الجمعة وهو رمضان صبحي. قيمة رمضان صبحي في بيراميدز باينة من الجول اللي جابه في المقاولين. ماشي. ليه بقى؟ لأن لما بتبقى كل حاجة الفريق اللي قدامك عاملها صح وأنت تبرجلها فدي موهبة اكتر من اي حاجه تانيه. فهو موهبته هي اللي جابت الجول بالثلاث نقط، مش الافكار، مش واحد فتح لك مساحه، مش مدرب ساعدك، مش زميل اتحرك معاك. فالجول اللي موجود معانا لو اشتغل هيبان لك قد ايه ان قيمه رمضان في اللقطات المشابهه اللي شبه كده. طبعا دي اللقطه الاولانيه اللي قبل الجول، واحده من اللقطات برضو اللي فيها هي قوه، بتاعت رمضان، هي بتاعت العافيه رمضان بتاعته. ايوه بالظبط. العافيه والمراوغه. الطوب هنا في الطبيعي معروف دايما بان الحاجات اللي سهل يعني اي حد يبقى فاهمها، ان الظهير في ظهره قلب الدفاع الاثنين بيبقوا منعينك من انك تخش لجوه، وفي نفس الوقت الراجل واخد خطوه بحيث ان هو منعك كمان تطلع بالكره على بره. بس هو امكانياته كانت ممتازه في ان هو يقوم عامل الحركه الاولانيه 2 في 1 بالظبط كده، فيبرجل الدنيا ويحلها لك. وبالتالي دي حاجه جابت نقط لبيراميدز. طيب فاحنا قلنا دي قيمه رمضان وموهبه رمضان، تمام. رمضان وعبد الله السعيد بيشتروا لاروى برينا وقت، لكن وبيشتروا لاداره بيراميدز وقت عشان تدعم الفريق بالاحتياجات. لكن مش هينفع يكونوا هم بس الحل، لان الفرقه ناقصها حاجات كتير قوي، والاداره الفنيه كمان فيها مشاكل كتير.